هنا نيجي محمد محمود لطفي، لعبه من الحالات المهمه جدا لكابتن بلال، كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن اسامه. وهنشرح بالتفصيل وبالقانون ايه اللي حدث في هذه الحاله. نشوف هنا، هنا بس هرجع تاني بس لحظه التسديد من لاعب انبي. نرجع تاني سنه بعد اذنك مجدي، بس هنا جت كابتن. نشوف هنا هتبقى لعبه جديده جدا جدا. مين اللي لعب الكره وهي رايحه داخل الصندوق للاعب اللي هو هيكون في موقف التسلل؟ كابتن نعيم، كابتن شريف، هنلاحظ هنا في العاده ان لاعب انبي اللي هنا هيلعب الكره، ولحظه لعب الكره هتلاقي لاعب في موقف تسلل. نمشي بقى، خلينا نروح للعبه. هنا مفيش هنا مفيش مشكله خالص لحد دلوقتي. هنيجي هنا بس، هنا عندنا لاعب في موقف تسلل يا كابتن بلال. مظبوط. مين اللي لعب الكره؟ الاهلي؟ لا، المدافع. انبي المدافع. لاعب الكره، قصدي اسف، لاعب انبي لعب الكره، كره براسه. وهنا تصوير، هنجيب بس الفار. وراحت ضربه، وهنا راحت، معلش هات يا مجدي، معلش تاني. هنا لاعب المهاجم، هنا لعب الكره. نرجع تاني يا مجدي معلش. طيب شوف هنا الفار هنا عمل ايه يا كابتن؟ الفار هنا جاب الخطوط، عمل الخطوط، وجاب هنا اللاعب هنا طلع ولعب الكره هنا براسه، وراحت هنا اللاعب. يعني لاعب انبي اللي لعب كره، لاعب انبي اللي لعب كره بيتنوع، وبالتالي هنا تسلل واضح. ان بعض قال لك ان المدافع لعب، لا المدافع ما لعبش. مظبوط. المدافع لو لعب كانت الكره تبقى. طب يا كابتن ناصر، لو لاعب الاهلي، لا هدف، لو لاعب الاهلي هو اللي لعب على الموقف ده، او لمست حد من لعيبه النادي الاهلي، الموقف الهدف سليم. كابتن طب السؤال، معلش دلوقتي الكره اتلعبت يعني فاول، تمام؟ لو المهاجم بتاع انبي لعبها وخبطت في ياسر، في ياسر، يبقى جول ولا تسلل؟ تسلل. تسلل. بص يا كابتن، امتى تتحسب هدف؟ لو هنا اللاعب دوت، النادي الاهلي دوت، لعب الكره متعمد تعمد بدماغه تروح اللاعب هناك، ولكن هنا لعب الكره هنا اصلا. لا بس لا، احنا مختلفين انا وكابتن ايمن في دي. لا بالعكس، بص، تعمد او حاجه ثانيه. انا النهارده بطلع الكوره قلشت، لعيب مدافع الاهلي وراحت للي هناك، جول ولا اوف سايد؟ بص يا كابتن، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، حصل بيها التوضيح في القانون. انت نقول لعب متعمد يا كابتن، قال لك التوضيح الجديد، يبقى اللاعب عنده سيطره كويسه قوي وهو بيلعب، تبقى الكره متاحه ليه. يعني ايه؟ جايه لك مش سريعه، جايه لك في مستوى لعبك، تبقى انت مش مضغوط من المنافسين. يعني عشان يبقى لعبه متعمد. بص يا كابتن، خلينا في الكره دي معلش. ماشي. هو دلوقتي لعيب، لو نفترض ما هو دلوقتي ياسر مضغوط من لعيب انبي، ما بيلعبش مستريح. تمام. والكره نفترض هي مش لاعب انبي اللي لعبها. نفترض ان هي خبطت في راس ياسر. وراحت للاعب انبي، جول ولا مش جول؟ كابتن، لو مفيش منافس معاه ولعبها ياسر، يستمر اللعب، هدف. هدف. هدف طبعا. يعني كابتن، اللاعب المتعمد يا كابتن، انا بس هريحك انا بس خليني بس منافس. امتى احسب؟ ما انا هقول لك هريحك، والله هريحك. بص يا كابتن، في دلوقتي في منافس حاليا مع ياسر، بس المنافس ده موقفه سليم يا كابتن بلال، بالراحه. هذا المنافس موقفه سليم، بنحاول نتنافس. اللاعب ده، المنافس ده اللي هو المهاجم، موقفه سليم، صح ولا مش صح؟ صح. بنحاول نتنافس معاه. امتى اقول ان ممكن يبقى في تاثير على المدافع؟ لو المهاجم بتاع انبي في موقف تسلل، في موقف تسلل، ولكن هنا المهاجم هنا في موقف سليم من اول. تمام. هي المشكله هنا لما اتلعبت من الراس، لاعب انبي راحت للاعب زميله اللي هو في موقف تسلل. لا، انا بتكلم بقى لو مش في راس لاعب انبي، لو فيها لعب متعمد، انا بتكلم كمواد من المدافع الاهلي، لعب متعمد، يستمر اللعب هدف. بمعنى لو انا كمدافع طلعت لعبت، قصدي العب الكوره، قصدي ان انا العب الكوره متعمد ان انا العبها، راحت للاعب ده، يستمر اللعب هدف. طب افرض ما فيهاش تعمد، وانا مثلا واقف كده هتخبط فيها وراح. برافو. هنا الارتداد. ما انا قلت يا كابتن بقى، ما انا قلت ايه اصل القصه ايه؟ ان عشان اقول ان اللعب متعمد او مش متعمد، متعمد يعني انت حضرتك الكوره جايه لك، شايفها كويس قوي، انت بتلعبها بارتياحيه، محدش ضغطك. ما تقوليش بقى لما الكره ترتد فيك او تيجي تلعبها تقلش. هنا بنتكلم في التوضيح الجديد اللي قال لك المتعمد، يعني لاعب بيلعب متعمد، الكره واضحه بالنسبه له، شايفها، في ارتياحيه في اللعب. ده اللعب المتعمد، اللي هي لو راحت المهاجم يستمر اللعب. اما اذا انا طلعت بدماغي مش معدول، او خبطت فيا، او ارتدت، او في منافس تنافس معايا، هنا مبقاش اللعب متعمد يا كابتن. وبالتالي هنا بنقول هنا الاصل اللعبه كانت تسلل، لان اللاعب المهاجم هو اللاعب الكوره، وكان في لاعب في موقف التسلل.